وخلينا نبدأ بالزيارة النهاردة. يعني زيارة أنتوني بلينكن للقاهرة وأهمية هذه الزيارة وتوقيتها كمان، حياتك ممكن تشرح لنا أكثر؟ طبعا حضرتك، احنا الاول مساء الخير على حضرتك، واكيد يعني الساده المشاهدين او جزء كبير جدا منهم عارف انه دي الزياره الخامسه لوزير الخارجيه أنتوني بلينكن للمنطقه والمصر، والسادسه لاسرائيل بكره. وده الحقيقه بيعكس ان احنا بنتكلم على اربع اشهر اتى عدد ضخم كبير من المسؤولين الامريكيين، على راسهم طبعا الرئيس الامريكي جو بايدن نفسه ووزير خارجيته زي ما قلنا خمس مرات دي الخمسه، ووزير الدفاع ومسؤولين اخرين سواء في البيت الابيض او في الاداره او في الكونجرس. ده ينبئ بالتاكيد على امرين. الامر الاول خطوره الازمه، يعني الازمات اللي مرت على العالم خلال السنوات الاخيره الحقيقه بما فيها ازمات في الشرق الاوسط، ما شافتش هذا الكم من تكثيف الزيارات على هذا المستوى من المسؤولين الامريكيين، بالتالي في تقدير لخطوره الازمه. الامر الثاني انه بلينكن بدا بزياره المملكه العربيه السعوديه امبارح، وجه مصر النهارده، توجه الى قطر، وهيكمل باقي الجوله المعتاده دوله الامارات العربيه المتحده، وهيروح طبعا اسرائيل والسلطه الفلسطينيه في رام الله. وده بياكد على انه في شيء جديد، بمعنى احنا كل زياره لبلينكن بنتوقع شيء جديد ما بنشوفهوش يعني مرة واحدة، لكن بنحس أثاره بعدها. الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة بدأت تشعر بالقلق مما يحدث في غزة، ورئيس بايدن عبر عن ده بنفسه من شهر لما قال إنه ما معناه إنه حتى سمعة أمريكا متأثرة بما تقوم به إسرائيل، وتأييد إسرائيل تأييد أمريكا لإسرائيل، وده بياخد يعني بيؤدي إلى تآكل سمعة أمريكا الطيب. وايضا انتقد الحكومه اليمينيه في اسرائيل ونصح رئيس الوزراء بتغييرها. وبالتالي الاداره الامريكيه شعر بعبء كبير جدا عليها، وده عايز اقول يعني للمره الاولى ربما في تاريخ العلاقات المصريه الامريكيه الاسرائيليه وفي كل الصراعات انه امريكا بدات تشعر بعبء اسرائيل. وده له مظاهر جوه الولايات المتحده الامريكيه يعني مش قليله، لكن في النهايه بتعبر عن نفسها في تحركات للمسؤولين. يمكن زياره بلينكن جايه المره دي واسرائيل عدت ما اعلن او مش اعلن ما اشيع انه توقيتات امريكيه لانهاء الحرب. الاول كان اعياد الميلاد 24 ديسمبر، وبعدين اتقال ببدايه العام الجديد يعني بدايه يناير او منتصفه. وكل دول مروا واحنا النهارده 6 فبراير، وبالتالي الحرب طالت، عدد ضحاياها وحجم الخسائر البشريه والماديه ضخم للغايه، وبالتالي الزياره دي بتيجي المره دي متزامنه مع حاجه تانية مهمه جدا اعلن عنها اليوم في القاهره، وكمان اعلن في قطر عن انه الاطار المقترح للهدنه او للتهدئه ما بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، حركه حماس سلمت مصر ردها. وهذا الرد يعني بيدي ايحاءات بانه من الممكن انه الامور تسير، محتاجه جهد جدا كبير لكن لابد ان تسير. اسرائيل، ويمكن ده احد بنود زياره بلينكن، اسرائيل منقسمه على نفسها يعني افقيا وراسيا. اسرائيل الحكم جواه في أجنحة، عارفين إن يعني أجنحة مختلفة، لكن يجمعها الرغبة في الانتقام، دي نمرة واحد. اثنين، الحرص على تحقيق أي صورة للنصر. بعد ما يعني 4 شهور عدوا ما حصلش شيء يقول إن إسرائيل انتصرت على يعني مدنيين غزة ولا على مقاومة غزة. كمان المعارضة ابتدت تهاجم الحكومه بشده، وشفنا اكثر محاوله لطرح الثقه ما كانتش جاده، لكن تعبر عن الرغبه في انهاء هذا يعني التكتل الحاكم كله على بعضه، والرغبه في اسرائيل لتحقيق اي نصر، ولا يوجد انتصار ممكن الا التفاوض حول الاسرى والمحتجزين. بالتالي كمان هناك اجنحه يمينيه، احنا شفنا تصريحات بن جفير ووزير الماليه سوميتريش ازاي هم عايزين يكملوا الحرب. وبالتالي بلينكن اظن انه جاي في هذه المرحله، والامريكان طرف مع مصر طبعا واخواتنا في قطر في التفاوض حوالين التهدئه، اظن انه جاي عشان يغلب الجانب المنحاز للتهدئه جوه اسرائيل. نعم.
اكتر من الجانب الاخر. النتائج ايه احنا طبعا نقدرش نستبقها، لكن انا اظن ده جدول الاعمال الرئيسي، وده نقطه البند الرئيسي على جدول اعمال وزير الخارجيه الامريكي في زيارته لاسرائيل. نعم.